طبعا خلاص الترجي والاهلي. الترجي خساره من افريقيا 1-0، خساره من صفاقس 1-0، تعادل مع شبيبه القبائل 1-1. اخر ماتش الترجي فاز عليه كان النجم الساحلي 1-0، وده كلام ده من فتره طويله. مش هو ده الترجي التونسي، وده اللي بقوله. الاهلي بنسبه، عشان نبقى متفقين، هذا ليس تقليلا من جمهور الترجي، هذا ليس تقليلا من امكانيات واسم كبير للترجي، هذا ليس تقليلا من نبيل معلول المدرب الكبير، المدرب اللي عنده امكانيات وقدرات خاصه، لعيب كبير. لكن انا بقول بنسبه 95 لسبع، يعني مش عايز اقول 100% عشان برضو ما ابقاش انا ظالم. الكوره ملهاش كبير، انا معاك الكرة ملهاش كبير، لكن اسم النادي الاهلي، امكانيات وقدرات النادي الاهلي، الثقه ان الاهلي عنده مقومات انه يفوز، كل حاجه بتقول ان الاهلي. طبعا بعد المشاكل اللي حصلت والعقوبات اللي على نادي الترجي بدون جماهير، حتى لو بجماهير، انا معاك ان جماهير الترجي بتفرق كتير، تفرق كتير يا حبيبي. الترجي اسم كبير، الترجي دوله زي ما بيقولوا، الترجي استادات وجماهير بالملايين. انا كلامي ده ليس تقليلا، لكن الكره التونسيه تحديدا الترجي مش هو ده الترجي في الفتره الاخيره. ويمكن انا عملت اكتر من فيديو قلت وهفضل اقولها، ليس تقليلا من اسم الترجي، اسم الترجي كبير، لكن لكل جواد كبوه، هذا الترجي مش هو نفس الترجي بتاع زمان، الترجي اللي كان يكسب اي حد، يخوف اي حد، وانت تشرف اي حد. لكن الفتره الاخيره الترجي لا، انا بقول الترجي بنسبه كبيره جدا خارج السباق، خارج السباق. وعوامل الفوز عند النادي الاهلي طبعا بعد الفوز طبعا على الرجاء، الرجاء وانه يتيح بالرجاء ويصل لنصف النهائي. والاهلي البطوله بتحبه زي ما هو، خلاص بقى بيحب البطوله، عارف عارف سكتها، لعيبه دوليين، لعيبه احتكاك، لعيبه جامده جدا، لعيبه طبعا منتخب مصر، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول منتخب تونس، محمود متولي، زكريا ياسر ابراهيم، ادخل اربعه في نص الملعب كل واحد فيهم تتكلم عليه ألف حكايه. السليه، حمدي فتحي، مروان عطيه، احد اهم مكاسب النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وافتكر كلامي، ده اللي هيقعد النني، ده هيكون في الملعب مش هيطلع، ما شاء الله تبارك الرحمن. واذا كان ديانج نجم منتخب ماني، دبابه بشريه في نص الملعب، فيعني اسم كبير. تروح قدام بقى كهربا، وما ادراك ما كهربا، اذا مش موجود ينزل لك شريف، اذا مش موجود عندك حسين الشحات، اذا مش موجود عندك احمد عبد القادر، اسامي كبيره، اسامي دوليه، واسامي عندها امكانيات وقدرات خاصه. وبص على فكره، الفرقه الكبيره هي اللي تقدر تهدف، سهل ان تجيب جول، وطالما انت عندك المقومات دي انك سهل توصل وتجيب جول، تعرف انك انت فرقه كبيره. تعرف ازاي علي معلول لما بيوصل للخط بيعرض؟ بتلاقي 100 واحد داخل. علي معلول بيوصل لمنطقه العمليات ازاي؟ بيضم لداخل وبيعمل جبهه قويه مع احمد عبد القادر. ازاي محمد هاني يفتح الخط وحسين الشحات يدخل؟ ازاي بتشوف حسين الشحات وبيرسي تاو اللي نسيت اقول له كمان؟ ده بيرسي تاو ده كارثه كمان من الكوارث. فانت عندك مشاكل كبيره جدا في الترجي التونسي امام استقرار قوي جدا ونتائج قويه جدا من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي على الورق فايز على كل يعني كل الارقام وكل الترشيحات بتصب باسم النادي الاهلي، ليست بس عشان ضعف الترجي التونسي في الفتره الاخيره، ولكن الظروف اللي بيمر بها الترجي. لكن انا بقول ما فيش حاجه مستحيل، ما نعرفش ظروف الماتش ايه، بس احنا بنتكلم على المعطيات اللي احنا شايفينها حاليا. المعطيات بترشح النادي الاهلي بعد النتائج. النادي الاهلي طبعا يعتبر متصدر الدوري، الدوري خلاص بنسبه كبيره، بطل الكاس، بطل السوبر بعد فوز على بيراميدز، المزاج عالي العال، ويا جماله يا جماله، عامل شغل عالي جدا. طبعا فبالنسبه بقى طبعا الترجي التونسي، معز بن شرفيه، ومحمد امين بحميده، وياسر مرياح طبعا خط ظهرهم، عندهم فرقه كبيره، لكن مش هو ده الترجي. ومحمد امين تجاي، وطبعا رائد بوشنيبه، ومحمد علي بن رمضان، وكوليبالي، وانيس البدري، ومحمد علي بن حموده، ورشاد، فرقه كبيره، ومعز بن شرفيه فرقه، اي نعم فرقه كبيره، فرقه الترجي اسم كبير ما نقدرش ننكره، وهذا لا يقلل من الجماهير التونسيه العظيمه وجماهير الترجي. انا بتكلم كوره، بتكلم واقع حاليا. انا معاك ان على الترشيحات بتقول اهلي، لكن يمكن ظروف الاهلي ما يبقاش يومه، لكن الاهلي من النادر في الظروف دي، لعيبه الاهلي بتراهن عليها دايما بتكسب، لعيبه النادي الاهلي دايما موجوده في وعندهم تكتيك عالي جدا، عندهم خطوط عاليه جدا دفاعيه، ومحمد عبد المنعم يعني صخره دفاعيه قويه جدا، والعمق بتاع دفاع النادي الاهلي جامد جدا، اذا كان محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم او محمود متولي في دفاع جامد، باك رايت محمد هاني رائع ومستوى زاد جدا في الفترة الأخيرة، علي معلول حدث ولا حرج، خبرات مش ممكن دفاعية، واللي اتفاجئت إن علي معلول كمان في الفترة الأخيرة بقى بيدافع، مع إن دفاع أنا كنت بقول عليه ضعيف جدا، لكن علي معلول قوي جدا دفاعيا في الفترة الأخيرة، بقى بيلتزم دفاعيا، ده غير مهامه الهجومية الخطيرة، لعيب من أهم أحسن لعيب في آخر ست سنين، لعيب محترف في تاريخ مصر، ست سنين أنا بقول علي معلول.
علي معلول مكسب كبير للكرة المصرية بصفة عامة وبصفة خاصة النادي الأهلي. علي معلول لعيب كبير جدا وقديه مفتاح من مفاتيح الهجوم، ومع احترامي الشديد نادي الترجي التونسي انت بتتكلم اخر اربع ماتشات يمكن جايب جولين وداخل اربع اهداف او ثلاث اهداف في اخر ثلاث اربع مباريات للنادي الترجي. قلنا خسران من الافريقي، خسران من الصفاقسي، تعادل مع شبيبه القبائل، فايز يمكن 1-0 مع النجم الساحلي. لكن انا بقول المباراه في الملعب ونبيل معلول يقدر. ما هو انا هقول لكم على حاجه، على الورق والمعطيات انا قلت الاهلي يكسب، وزي ما بقول برضو وعملت وهعمل فيديو على الوداد والسان داونز، انا بقول على المعطيات ومستوى. وطبعا بعد رحيل جريده اكيد انا بقول لك اهو سان داونز، سان داونز فرقه تقيله بتلعب كره كويسه جدا، ومش ده الوداد، انا بفضل اقول مش ده الوداد وليد الكراكي، لكن كل حاجه ملهاش مستحيل، كل حاجه مفيش فيها مستحيل. يومك هيبقى عامل ازاي؟ نازل مركز، نازل مذاكر النادي الاهلي كويس، نازل عارف انت عايز ايه من الماتش وعايز تطلع ازاي، نازل عايز تحافظ على انك ما تدخلش فيك هدف في تونس علشان تروح القاهره تحاول تخطف، هتقفل وتلعب على المرتدات. ما هو سيناريوهات نبيل معلول، الكلام الواقع شيء ويومك في الماتش ده شيء تاني. هل انت مذاكر النادي الاهلي؟ هل الترجي التونسي محضر عارف هيقفل ازاي؟ هيلعب دفاع منطقه في تونس ويحاول يخطف ويطلع يعني بنتيجه ايجابيه، حتى لو 1-0 2-0 المهم انه يطلع بنتيجه ايجابيه وما يدخلش في جول في تونس، ويحاول يعوض في القاهره مع ان القاهره هتبقى يعني الدنيا مهرجانات من الجماهير. فماتش انا بقول على الورق والمعطيات الاهلي اقرب انه يوصل للنهائي. اليوم ايه بالظبط؟ الاهلي فورمه ولا مش فورمه؟ اللعيبه فايقه ولا مش فايقه؟ مع ان لعيبه النادي الاهلي يعني نمسك الخشب من نادر ان هي ما تبقاش في يومها. بيعرفوا ازاي يركزوا، لعيبه ازاي بتعرف تكون محضره، ازاي لعيبه فعلا. انا بقول النادي الاهلي عنده منظومه احترافيه، الوحيد النادي الوحيد اللي في افريقيا تقدر تقول عنده منظومه احترافيه قويه جدا. ازاي اللعيبه بتركز، ازاي بتحضر للمباراه، ازاي بتبقى حتى تفكيرها خلاص ازاي تطلع تلعب وازاي تطلع بنتيجه، وازاي الفرقه دي ما بتتهزش بجماهير او ما بتتهزش الماتش على ارضك او بره ارضك. فماتش جامد جدا جدا جدا، اتمنى ان شاء الله المباراه تطلع حلوه، اتمنى نشوف كره جميله كده ممتعه. ويا جماله يا جماله، انا بقولها تاني، هذا ليس تقليلا من الترجي التونسي، الترجي التونسي العظيم، ترجي دوله، الترجي اسمه وجماهير وتاريخ ونبيل معلول واسامي كبيره قوي. هنشوف المباراه ازاي، المباراه تكتيكيه بحته، اللي هيذاكر، اللي هيكون معاه التوفيق، اللي هيلعب صح، اللي مش هيغلط هو اللي هيفوز بالمباراه. المهم اذا عجبكم الفيديو لايك شير كومنت.